الجيل الجديد الذي نزل إلى الطرقات وهو يتظاهر منذ فترات طويلة ولكن خاصة وبأعداد كبيرة منذ العام 2019. هذا الشباب يغير الصورة في العراق وهو أمر مهم، وأعتقد أنهم سيتمكنوا من تغيير الواقع السياسي في العراق وأن يوجهوا البلاد نحو الإصلاحات السياسية التي نتمناها جميعاً في العراق. هم يتظاهرون وقتل منهم الكثيرون من قبل الميليشيات المدعومة من إيران، والكثيرون أيضاً اختطفوا، أكثر من 600 قتلوا وفق أرقام الأمم المتحدة، وبالتالي دورهم مهم للغاية. والآن بدأوا بتكوين الأحزاب السياسية والانضمام إلى أحزاب سياسية موجودة للمشاركة في انتخابات أكتوبر تشرين الأول المقبل، وسنرى في نتائج الانتخابات أو من المحتمل أن نرى أن جيل الشباب أصبح له صوتاً وأصبح ورقة سياسية في اللعبة السياسية العراقية. لا يمكننا أن نستبق أهمية دورهم في الانتخابات، ولكنهم يدفعون بالعملية إلى المزيد من الشفافية في الحوكمة، إلى الشفافية في العملية الانتخابية، وقد سجلوا فوزاً حتى الآن مع آية الله سيستاني والقادة الروحيين الآخرين الذين طالبوا أيضا بإصلاحات انتخابية كما يطالب بها المتظاهرون، وطالبوا أيضا بإعادة النظر بكيفية تنظيم الانتخابات في العراق. وبالتالي هناك تطور حاصل رغم أنه محدود ولكنه مهم، وأعتقد أنهم يطرحون مسائل مهمة ويضغطون على الدولة لمواجهة الفساد المستشري في العراق منذ العام 2003. فأعتقد أن إنهم ورقة سياسية مهمة للغاية.